بروكا بروكا لا إذا تحية من جديد أجدد ترحب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من السوق الأسبوعي لسوق السبت ولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح. الخضره موجوده اليوم ومطيشه، يعني رخصت اخيرا ابتداء من 3 دراهم و50 ما فوق على حسب الجوده، وكذلك البطاطا ابتداء من 3 دراهم. غادي نشوفوا متابعي قناه الشعب قناه شوف تي في الجوده ديال الخضروات المعروضه للبيع هنا في سوق السبت الأسبوعي للخضر والفواكه. يعني شوفوا الجودة ديال المنتوجات، أهم الخضروات المعروضة للبيع، فكما قلت هذه الجودة ديال الطماطم مطيشة ابتداء من 3 دراهم و50 ما فوق. ديال الجودة ديالها فكما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، الطماطم واخيرا الثمن ديالها كينقص، مطيشة كينقص الثمن ديالها وكيوصل هنايا ابتداء من 3 دراهم و50 فما فوق. فلفلة والدنجال 7 دراهم 6 دراهم و50، لكن لازم تاخذهم يعني تخلطهم بجوج. شحال قرعة الهاش؟ خيزو 3 دراهم، قرعة 7 دراهم. هذه هي الجودة ديالها، الجزر قيسو 3 دراهم، يعني خضرة رخيصة في المجمل ديالها هنايا في سوق السبت ولاد النمة إقليم فقيه بن صالح على العادة. عندك سوق السبت واحد البرادية خضرة تكون موجودة ورخيصة ديما، هذا ماشي أنا اللي كنشكر، الناس اللي كيقولوا هادشي. كما كنشوفوا متابعينا ديال الجوده ديال الخضر والفواكه المعروضه للبيع بالسوق الاسبوعي سوق السبت ولاد النمه في اقليم فقيه بن صالح. البصله شحال؟ كما قلت يعني بصله، هذه البصله خضراء ابتداء من 3 دراهم في غياب يعني البصله كارمه لي الثمن ديالها كيفوق وكيتجاوز 10 ديال الدراهم، يعني الخضار ما بقاش كيجيب البصله كارمه للاسف الشديد، يعني غاليه. الخضره في العموم، الخضر المعروضه والمنتوجات الخضروات المعروضه والمنتوجات الفلاحيه المعروضه هنايا فهي في المجمل ديالها رخيصه في مدينه سوق سبت ولاد النمة باقليم فقيه بن صالح. متابعينا مشاهدنا الكرام، مطيشه كما قلت اذكر ابتداء من 3 دراهم
كما قلت السوق الاسبوعي ديال الاحد البراديه والسوق الاسبوعي ديال اللي تيكون احد البراديه يوم الاحد والسوق الاسبوعي ديال سوق السبت ولاد النماب اقليم فقيه بن صالح تيكون كل يوم سبت. فهادو اسواق تتكون فيها المعروضات تتكون فيها الجوده المنتوجات يعني منتوجات ذات جوده عاليه والاثمنه مناسبه في المتناول. اذا متابعي قناه الشرق قناه شوف تي في هذه المعروضات من الخضر والفواكه اللي كتعرض هنا للبيع في سوق السبت ولاد النما باقليم فقيه بن صالح. وعطيناكم الاثمنه ديال بعضها بطبيعه الحال في هذا البث المباشر الحصري لقناه الشعب قناه شوف تي في من هنا من سوق السبت ولاد النما باقليم فقيه بن صالح. 3 دراهم ما فوق مطيشه الفلفله خضراء والباذنجال 7 ديال الدراهم القرعه كذلك 7 ديال الدراهم الجزر خيزو 3 ديال الدراهم بطاطا 3 ديال الدراهم يعني هذه الاثمنه ديال البصل كذلك 3 ديال الدراهم بصله خضراء. فهذه الاثمنه ديال اغلب الخضر الاساسيه اللي كتكون في المائده المغربيه في الكوزينه يعني في المطبخ المغربي. متابعي قناه الشعب قناه شوف تي في فهذه الاثمنه ديال الخضر والفواكه وهذه الجوده ديال المنتوجات المعروضه للبيع هنا في سوق السبت ولاد النما باقليم الفقيه بن صالح بالضبط في السوق الاسبوعي لسوق السبت ولاد النما. إذن متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.